قولي لي بقى، لو هنتفرج على فيلم الليلة عايزة تشوفي فيلم ايه؟ روبانزل. يعني مش شريك ولا فروزن؟ لا. بتحبي ده اكتر؟ موبايلك عم يرن. عارف. شو يعني ما بدك ترد؟ لا لا مش حرد، ده مش وقت شغل. ده وقت بيتي. طيب شو رأيكم قابلكم عشاء؟ لا احنا مش عايزين عشاء، احنا عايزين فشار عشان هنتفرج على فيلم اسمه ايه؟ روبانزل. حاضر. عينيا. ايوه يا دهب، سوري اتصلت بيا كنت مشغول. في حاجة؟ ايه؟ ازاي ده حصل؟ طب انتوا فين وانا اجيلكم؟ طارق؟ طب انتوا مش محتاجيني في حاجة؟ ايه في ايه؟ ماشي، لما تعوزيني كلميني. باي باي. دهب انا تعبت وعايز امشي. قول والله تعبان. والله تعبان. قول والله. والله. ما تخافنيش بقى عليك الشميني. طارق بيدفع حساب المستشفى في حساباتنا. ده ايه اللي جابه ده؟ انا مش هستنى حد. شربيني مش احسن من لما ردش علينا على الاقل جالنا وعبرنا. هو فاكر انه جاي يعني يبقشش عليا؟ يا عم انا بيبقشش ولا بتاع، احسن من غيره. بعدين انت ليك عين تتكلم يعني بعد الفلوس اللي ضيعتها دي؟ طب انا غلطان والله ان انا قلت لك. استنى تعال اشيلك. لا زمان. تعال سلامتك عشان الصبح وانت لا كده يا شربيني كده.